بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا معك أبو حسين الشركسي، بصفتي أنا مشرف عام شركة المنارة ورئيس قسم الصيانة والحركة لشركة المنارة. طبعا نحن من البداية كنا في درنا والناس السباقين طبعا، والناس تعلم الشيء هذا. والآن نحن قاعدين في موقع الميناء طبعا حسب تعليمات صندوق الأعمار درنا بقيادة الرئيس باشمهندس بالقاسم حفتر حسب تعليماته. وعلى ذكر الباشمهندس نحن نشكره على تعليماته لنا ودعمه لنا بالكامل، ونشكر طبعا رئيس مجلس الإدارة لشركة المنارة ومدير العام لشركة المنارة، مدير التنفيذي كلهم موجودين في الميدان. ونحن الآن في ساحة الميناء قايمين بتنظيف الساحة بالكامل كيف ما أنتم تشوفوا، وعندنا برضو أعمال تانية قاعدة في المناطق التانية، والعمل المستمر 24 ساعة، فهمت؟ نظام توكات، عندنا العمالة الحمد لله 500 عامل، عندنا الإمكانيات كلها الحمد لله موجودة. ونشكر برضو الناس الخيرة ونثني عليهم اللي مصبين معنا ولو بكلمة طيبة، اللي يدعموا فينا 24 ساعة ليل نهار موجودين معنا. نشكر رئيس لجنة أعمار صندوق أعمار درنا إنه واقف معنا في كل لحظة، الباشمهندس بالقاسم حفتر. نشكر رئيس مجلس إدارتنا. طبعا الشركة متواصلة في الشغل في دارنا لين ننهو شغلنا بالنظافة بالكامل، من شوارع في وسط المدينة، من قمامة، كل هذين كلنا احنا شغلين فيه، القمامة، الأتربة، الرايش، تنظيف كله بالكامل مستمرين فيه لين احنا نكون إن شاء الله نهينا نظفنا مدينتنا مدينة دارنا. ونترحم على شهداء دارنا، مش حننسوهم إن شاء الله. وان شاء الله ان شاء الله في التقدم، وبس شركه المناره موجوده في اي وقت اي ساعه ان كان يتصلوا بينا احنا موجودين، الالات بجميع الامكانيات على اب الاستعداد يعني جاهزين، مجرد النداء لبوا على طول. عندنا تشكيل الشركات، نحن طبعا متعاونين مع مكتب اعمار درنا، طبعا احنا نشتغلوا مع مكتب اعمار درنا، وكل الشركات موجوده كلها مصلحه واحده من اجل درنا من اجل مدينتنا. وان شاء الله نتمنى ان حنكونوا في ربع ليبيا كلها بالكامل.